ماني دسالة لسالتها انت شجمان. إنه نجلي البكر ويبلغ من العمر 10 أعوام. في الأشهر 6 الأولى من ولادته كان طبيعياً ولم نلاحظ عليه علامات المرض أو الإعاقة، لكنه كان كثير البكاء أثناء الليل، وبعده بدأت أعراض المرض تظهر عليه تدريجياً. وقد أكد الأطباء المختصون إنه يعاني من وجود أكياس مائية شلت عمل الدماغ وأنها ستزول بمرور الزمن واستخدام العقاقير. وكل هذه الفحوصات والأشعة المخبرية أجريت له على مدى الأعوام الماضية، وقبل 2 خضع لعملية جراحية في دماغه بأحد مشافي إربيل لكن دون جدوى. ومنذ ذلك الحين يتناول يومياً عقاقير مضادة للصرع الذي ينتابه فور زوال مفعول تلك الأدوية غالية الثمن، فتشل قدميه تماماً فيصبح غير قادر حتى على الجلوس. ويقول الأطباء إن علاجه متوفر في الدول المتقدمة، لكن عسر الحال يحول دون ذلك. في الأشهر الأولى بعد الولادة كان ولدي سليماً، لكنه على نحو مفاجئ أصيب بإعياء شديد مصحوباً بتقيؤ وبكاء متواصلين، فنقلناه أولاً إلى تكية أحد رجال الدين الأتقياء، فقال إن عيناً حاسدة أصابته في صحته، لكن الأطباء قالوا إن أكياساً مائية في دماغه هي السبب في إصابته بالشلل، مع أني لم أتعرض إلى أي حادث أو صدمة أثناء فترة الحمل، فهو ابن البكر وكنت أحرص عليه بشدة. أما الآن وقد تدهورت حالته فإنه لا ينام طوال الليل ويواصل الصراخ والبكاء، ويهدأ عند الصباح مع تناول عقاقيره اليومية، ولا يستطيع تناول الطعام إلا بتقطيعه إلى أجزاء صغيرة، فهو غير قادر على ابتلاع الطعام بسهولة، لذا أواجه صعوبة بالغة في إطعامه وأثناء تحميمه وتغيير ملابسه، سيما وأن ساقيه وأحدى يديه متوترة ومشدودة باستمرار.